خرجنا لنسأل الناس كيف سيكون استقبال شهر رمضان المبارك في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة. أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان، كيف ترى استعدادات الشارع الأردني للشهر الفضيل في ظل ما يجري في قطاع غزة؟ الله يعطيك العافية. بالبداية أنا عادل أبو حياني من محافظة معان، يعني بدي أخصص الموضوع عن محافظة معان. إحنا الآن في لجنة في معان لتبرعات، طبعا 3000 شخص قاعدين نشتغل عليهم في الإفطار في رمضان المبارك، والآن صار واصل يعني صار واصل الدفع لأربع أيام إن شاء الله كإفطار لأبناء غزة. نعم والله، طبعا الحمد لله رب العالمين أن الله يبلغنا أول شهر رمضان، كل عام والأمة الإسلامية كلها بخير. طبعا الواحد قلبه بوجعه من اللي بيصير بغزة قاعد، نتمنى يا رب وندعي لهم، راح نكثف دعائنا لهم في هذا الشهر الفضيل أنه ربنا يفرجها عليهم وبس. أول شيء تقبل الله الطاعات والله ينصرهم ويقوي إيمانهم، الحمد لله الله معهم، بس أكثر من هيك شو بدي أقول لك. والله إحنا بيني وبينك يعني أهل غزة الله يكون بعونهم، يعني لا أكل ولا شرب، وإحنا هنا بنأكل ونشرب وما بيعلم فيهم الله رب العالمين أهل غزة يعني. والله إحنا يعني رمضان بيني وبينك مش مشجعين للسنة زي كل سنة، لأن ما في يوم إلا كتل وذبح وغاد في غزة يعني، وهذول يعني أهل غزة أهلنا يعني، شو بدنا نسوي؟ الله يفرج عليهم يا رب، أطلب من ربنا يفرج عليهم بس. الحمد لله طبعا كل عام أنتم بخير أول إشي. بالنسبة لاستعداداتنا هون يعني الاستعدادات زي كل سنة، في نوع من الأسى وفي نوع من الزعل والحزن على اللي بيصير في غزة يعني. بالنسبة لنا يعني ما بندعي لهم إلا إنهم يكونوا دائما بأحسن حال، وإنه المشاكل والحرب تنتهي عليهم وتخف عليهم إن شاء الله. والله إحنا طبيعي يعني يوم ماشيين حياتنا، بس في غصة يعني إنه مش مبسوطين زي كل سنة. لا أول شيء الله يعطيكم العافية سرايا، أنتم بغنى عن التعريف طبعا، وهذا الجهد الكبير بتقوموا فيه الآن وتغطية رأي المواطنين بقدوم شهر رمضان المبارك، الحقيقة يعني رغم الفرح واستقبال شهر رمضان إلا من الحزن الأليم وما نشاهده في قطاع غزة. هذا الجزء العربي الإسلامي حقيقة جريح، ينتابنا الشعور بالحزن، وندعو الله أن ينصرهم ويكونوا شهداءهم في جنات الخلد رب العالمين، وأن ينصرهم على أعداء الأمة اليهود لعنهم الله. أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، كيف استعداداتكم للشهر الفضيل في ظل ما يجري في قطاع غزة؟ والله هو الوضع صعب يعني مش زي كل سنة، بصراحة كل سنة بيكون في تجهيزات بيكون في فرحة، بس السنة يعني والله ولا إشي جهزنا الصراحة ولا حتى زينا، لأنه تعرف الواحد كيف يعني الأوضاع صعب. والله الحقيقة يعني شيء مؤلم، لأنه يعني إحنا الحمد لله رب العالمين يعني مؤمنين بقضاء الله وقدره، إلا أنه نصيبهم ماذا يعني، ونتمنى أنه الله سبحانه وتعالى ينصرهم ويتقبل شهدائهم. وأنا يعني بحكم عملي كمحمد الفقير رئيس لجنة زكاة وصدقات في كفر أبيل اللي هو الكورة، يعني عايشين الوضع الأليم مع الفقراء والمحتاجين والأيتام، فما بالك بغزة؟ يعني إحنا هنا الحمد لله بأمن وأمان وطمأنينة، إلا أنه فما بالك بغزة؟ يعني الله ربنا ينصرهم ويكون معهم إن شاء الله ويتقبل شهدائهم، ونصلي بالأقصى إن شاء الله جميعا، جميع المسلمين إن شاء الله وكل أول شيء إحنا بندعي الله إن شاء الله يا رب يكون الشهر فرج على أخوتنا اللي بغزة وأهل غزة. وإحنا والله يعني حقيقة ماش حاسين إنه يعني بالشهر هذا يعني بفعالياته يعني من المعاناة اللي بيعانوها أخواننا بغزة، كعبادات وكشعائر واحد بده يقوم فيها، أما داخليا القلب فيه غصة والله. والله يفرج عليهم إن شاء الله ويفرج على أمة محمد أجمعين.